اهلا بيكم. هقول لك النهارده ازاي تقدر تنسى خرابة التويتر الخاص بيك. دلوقتي انا على حسابي الشخصي هنا زي ما انت شايف، في ناس بتقول لك ادخل على ايد بروفايل، بس انا ما برجحش ايد بروفايل لان مفيش فيها اي حاجة خالص. تمام، انت عاوز تحول الاكونت بتاعك لبروفيشنال مفيش مشاكل، برضه هيظهر معاك نفس الخاصية دي. انا عملت مثلا اكونت قدامي هنا اكونت بيزنس، بس الطريقة ديت يعني ممكن ما تنفعش معاك قد كده، لأن هو بس مجرد ما بيعرض عدد ظهور الموقع، عفوا عدد ظهور الحساب بتاعك للأشخاص التانية. بس خلينا نروح على البروفايل بتاعنا على طول أو الملف الشخصي هنا. تمام، بعد كده ممكن أكتب على النوت باد هنا، بكتب https نقطتين وعندك هنا سلاش سلاش، واكتب www.twitter.com/ تاني، وبكتب اللي هي موجودة على علامة الات هنا، ات موسوعة بوكلت. بكتب هنا بنفس النص او مش شرط كابيتال وسمول، MAWSO3ATBOOKLET. مجرد ما بضغط انتر هنا على طول هيفتح معايا تويتر ويظهر لي الاكونت بتاعي، واخد الرابط ده ببعته لغيري، يبقى انا كده عملت نسخ للرابط بتاعي انا الشخصي.